لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وعملا بأصل اتحاد المطالع، فإن اللجنة الوطنية لرصد الأهلة المجتمعة بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي بالمحمدية الجزائر العاصمة مساء هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. عاجل ورسميا لجنة الأهلة الجزائرية تعلن عن أول أيام رمضان المبارك في الجزائر وتفاجئ الملايين. اجتمعت مساء اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 الموافق ل 29 شعبان 1444 لجنة الأهلة الجزائرية بدار الإمام بالجزائر العاصمة، وكما جرت العادة لرصد هلال رمضان والإعلان عن أول أيامه المباركة. وجاء في بيان اللجنة: وعملا بقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وعملا بقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وعليه نظرا لثبوت رؤية هلال رمضان المبارك، فإن يوم غدا الخميس هو الفاتح من شهر رمضان المبارك شهر التوبة والغفران لسنة 1444 هجري الموافق 22 مارس 2023. هذا وأعلنت عدة دول عربية إسلامية على غرار السعودية والكويت وفلسطين وغيرهم عن أول أيام رمضان المبارك الذي سيكون يوم غدا الخميس. فرمضان مبارك لكل الأمة العربية والإسلامية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.